السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نلقي عليك سؤالا يخص واحدا من الأنبياء، فإن أجبت فبها ونعمت، وإلا فسوف أسعفك سريعا بالجواب تنشيطا لذهنك وتعليما لأولادك وأهل بيتك. فاستفد من الثقافة الإسلامية الواسعة ينفعك الله بها، ولن يضيع بها وقتك الذي سوف يسألك الله عنه يوم القيامة عن عمرك وفيما أفنيته. فاشترك في القناة واضغط على زر الإعجاب وتابعوا معنا هذا الفيديو إلى الأخير. في أي يوم خلق آدم؟ إليكم 5 ثوان للتفكير. في يوم الجمعة، فقد جاء في الحديث: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم. السؤال الثاني: من هو أكبر أولاد آدم عليه السلام؟ الجواب: قابيل. السؤال الثالث: ما هي أول جريمة قتل في تاريخ البشرية؟ الجواب: قتل قابيل أخاه هابيل. السؤال الرابع: من هو أبو البشر؟ الجواب: هو آدم عليه السلام. السؤال الخامس: كم كان طول سيدنا آدم عليه السلام؟ الجواب: 60 ذراعا. السؤال السادس: هل كان آدم نبيا من أنبياء الله تعالى؟ الجواب: نعم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم نبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم، ولكنه ليس برسول. السؤال السابع: كيف خلقت حواء؟ الجواب: خلقت من ضلع آدم من غير أن يحس آدم بذلك. السؤال الثامن: لماذا سميت حواء بهذا الاسم؟ الجواب: لأنها خلقت من حي وهو آدم. السؤال التاسع: أين لقي النبي صلى الله عليه وسلم أباه آدم ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: في السماء الدنيا. السؤال العاشر: كم مرة ذكر آدم في القرآن الكريم؟ الجواب: 25 مرة. فاشتركوا في القناة واضغطوا على زر الإعجاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.